بناية القشلة، شوئدت في مكان المدرسة الموفقية اللي أنشأها موفق الخادم في العصر العباسي عام 602 هجرية 1205 ميلادية. وأول من أعاد بناء هذا المكان من بعد ذاك التاريخ الطويل هو محمد نامق باشا والي بغداد عام 1850 ميلادية، وأكمل البناء من بعده مدحت باشا. مدحت باشا شيت ساعة القشلة ذات الأربع أوجه، وبنى لها برجا يبلغ ارتفاع البرج قرابة 23 متر. بعدها توالت استخدامات هذا المبنى مع توالي الزمن من مدرسة علمية إلى سكنة عسكرية عثمانية، ثم إلى مسكن للضباط الإنجليز وأوائلهم بعد احتلال العراق طبعا. وفي هذا المكان أيضا توج الملك فيصل الأول ملكا للعراق عام 1921، وكانت ساعة القشلة في حينها أعجوبة زمانها، إذ لم يرى البغداديون ساعة توضع فوق منارة بهذا الارتفاع. حاتم ابو حاتم هيجي لقينا فرده وكسر، صورنا لفوق القمه ووعدنا تصليحه كل المواد الكبراس الاصليه ورجعنا. حلو 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 حلو، هي رابع احسن ساعه بالعالم، وتختلف عن باقي الساعات بالدشان مالتها، تحتوي على 6 دشان الماكينه الرئيسيه، بينما باقي الساعات تحتوي على 35 او 30 دشان. من المهم التنويه هنا بأن الساعة قد تم إهداؤها من قبل الملك بريطانيا جورج الخامس إلى الحكومة العراقية آنذاك. وأود الكشف هنا بأن لساعة قشلة بغداد أخت توأم في لندن عند محطة قطارات بادنتون، ويبدو أن الساعتين صنعت بيد واحدة، وربما هناك ساعات أخرى مشابهة، والله أعلم. تعمل ساعة القشلة بنظام يختلف عن نظام الساعات القديمة، إذ اختصر فيها عدد المسننات من 35 مسنن إلى 6 مسننات فقط، وهذا ما يجعل القشلة ساعة مميزة ومثيرة للاهتمام. Thank you.